ماما. ايه مانو؟ قولي. شوفي حماكي عرف حقيقة الشاب ولا لا؟ ماما اول شيء اذا بتريدي جاوبيني، رحتي لتريبوعتي؟ شو؟ لا. طيب ماما لكان اكيد ضليت تصلي صح؟ مانو انتي شو عم تقولي؟ ما عملت اي شيء. بس ماما هي معجزة، كيف الله باركنا لكان؟ مانو خليكي دغري وقولي لي شو قصدك بهالحكي. ماما هي معجزة. لك معجزة؟ بتعرفي شو؟ ابو لفينو درى لعند الشاب على الكراج اليوم. الغريب انه ما عارف شيء، ما بعرف كيف راح لهنيك وما عارف شيء من الحقيقة. للحظة حسيت انه في حدا كذب واحتال علي انا، او يمكن انا اللي ما عرفت استنتج. بس الشيء الاكيد انه عرف معلومات غلط عن الشاب وهو هنيك. عن جد؟ قولي لي شو اهل؟ ماما رجع من عنده وهو عم بيقول انه الشاب بيطلع 50,000 روبية بالشهر، وانه عنده كراج، وانه متعلم. ايه وهذا نفس الشيء اللي قالت له يا مدام كولكارني. تعرفي للحظة بشو فكرت ماما؟ انه انت الك ايد بهالموضوع. لا 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 انا ما دخلني بشي. ماما لكن كيف هيك صار؟ مانو 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 مانو، حتى الله مو كاتب لجانا انه تتزوج من عيلة منيحة ابدا. عموما احنا هاني اللي كان بدنا اياه. لازم صلي صلاة الشكر على هالشي. ماما شوفي بعدين. بعدين بعدين رح تعملي يلي رح اقلك عليه. انا رح ضل بعيده واعمل كل يلي بدي اياه، وانتي رح تعملي معهم نفس الشي بالضبط. مانو بتحبي انا اقطعهم؟ لا جانو، روحي ارتاحي شوي وقعدي بالصالون، انا بكمل الطبخ. بس انا ما فيني ضل قاعده، رح روح اعمل الشاي. مانو ليش عم تبكي؟ لاني عم اقطع بصل لهيك عم ابكي. مانو قليلي شو في؟ جانو ما رح اقدر خبي، ما فيني اتحمل تعامل فينود معي. لأنت رح يضل قاسي هيك معي مشان غلطة. مانو فيني كون صريحة؟ يلي عملوا قاسيت معي، ما عم اقدر اتحمله. انا ما كان عندي فكرة اصلا، كيف ممكن فكر يعني بفسخ زواجك جانو؟ انا مستحيل اني فكر ضرك، انا كنت هالعائلة جانو. بس كيف بدي خلي فينود يعرف انه مالي دخل؟ بترجاكي حاج تبكي، ما في شي ماله حل. لا جانو قولي لي كيف رح تنحل هالقصة؟ كيف؟ أنا فرحت لك كتير وانبسطت بخبر عرسك، أنا راح أحتفل معك بكل تقاليد عرسك حتى بيوم تحديد المهر. أنا بضل مرت أخوكي. مرت أخوكي يعني أختك صح؟ إيه بس هذا اللي بفكر فيه. بس فينود فينود ما عم يقدر يستوعب إني جزء من هالعائلة أبداً. ماما احكي مع اخي فينود. ماما بترجاكي توثقي فيني اكثر من هيك، مثل ما انت بتتمني للخير لجانا انا كمان بتمنى للخير، بس ما حدا فيكن عم يصدقني. مانوشا ما في داعي تحكي اي كلمه من هدول، انا ممكن احس فيكي من غير ما تحكي اي شيء، وأنا بعرف إنه أنت يمكن تكوني غلطتي شوي، بس مستحيل تفكري بالشر لحدا. تأكدي مانوشا إنه أنت وحدة من هالعيلة، فهمتي؟ ورح تروحي معنا لبيت مازن بطلبة جانو. عن جد؟ إيه الشاي جاهز؟ ايه.
فكرتك نجحت يا ماما. بكيت شوي والكل تعاطف معي، رح كون مثل ما بدهم تماما، واضحك عليهم بكم كلمة وأنا الربحانة، بعرف آخذ اللي بدي إياه وهن مبسوطين. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.